وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي. النهارده بقى خلطه سريه عشان نغسل بيها الحيط. طبعا من مطرح ايدين العيال، مطرح ايدينا، بنغسل الخلطه ديت عشان نغسل بيها الحيط، البيبان، الشبابيك، كل حاجه في الشقه. دي اللهلوبه متعدده الاستخدامات، طبعا انتوا عارفينها، غنيه عن التعريف، بس هي رهيبه بجد والله العظيم، رهيبه جدا جدا. ده بريل عادي، بريل المتقل اللي انت بتغسلي بالمواعين، ده بريل من اللي انت بتغسلي بالمواعين. واللي قدامكم في الطبق ده كوبايه ميه، ميه مفيش فيها اي حاجه، ميه بس. حطيت فيها شويه بريل من بتاع المواعين اللي انتوا شايفينه، شويه صغيرين، وهاخد حته برضو من اللهلوبه وادوبها في قلب الميه وفي قلب البريل اللي انتوا شايفينه، هاخد منها حته صغيره. انا بفتح بس العلبه بتاعت اللهلوبه اهي، انا بستخدمها في كل حاجه، بستخدمها في كل حاجه في البيت. دي كبيره فانا هقطع منها حته تاني، رجعتها عشان خدت بس الحته اللي قدامكم دي، حته صغيره، بدوبها في قلب الصابون والميه. والله يا بنات جربوها هتدعوا لي، وانتوا هتشوفوا دلوقتي قدامكم عملي. بس ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان انتوا بتدعموني باللايك بتاعكم. كده دوبت اللهلوبه في قلب البريل والميه، دوبتهم كده قدامكم زي ما انتوا شايفين. بجيب بقى فوطه قديمه من عندك، اي حاجه قديمه عندك، ديت انا فوطه قديمه بغسل بيها الحيط، بمسح بيها الحيط، بمسح بيها، بلمع بيها كل حاجه في الشقه، اي حاجه عايزه تتلمع بلمع بيها. بروح حطها كده في الميه اللي فيها لهلوبه وفيها بريل. عندكم في حته اللي انا بشاورلكم عليها ديت، بصوا بقى، بصوا الجمال، في ثانيه، في ثانيه راحت قدامكم، ولا حط اي حاجه غير اللي انا قلت لكم عليها، اللهلوبه، حته من اللهلوبه وبريل من بتاع المواعين وفوطه، بقت شمعه منوره قدامكم اهي، بقت شمعه منوره وجميله خالص خالص. بصوا اي حاجه في الحيطه بتتشيل، ما فيهاش اي حاجه. والباب برضو انا عملت بس الحيطه قدامكم عشان ما ضايقكوش بالفيديو، ما بقاش كبير وتزهقوا منه. انا كملت باقي الشقه، كملت البيبان وكملت الشبابيك وكملت باقي الحيط بتاع الصاله وبتاع الطرقه. بصوا مفيش فيها اي حاجه خالص. ازاي بعد كده، بعد ما اغسل بالفوطه باللهلوبه، في حته كمان اهي قدامكم بعمل بيها كده اهي بالفوطه، اللي فيها راحت خالص، مش موجوده نهائي. ما شاء الله ما شاء الله، وصفه رهيبه رهيبه رهيبه، وصفه جميله جدا، جربوها وان شاء الله هتعجبكم. اهي بصوا، بعد كده بروح واخده الفوطه غسلها بميه ومنشفها بقى، مطرح الميه اللي بصابون واللهلوبه اللي انا عملت بيها. واحبكم في الله والقاكم فيديو قريب.